نواب أمريكيون يستبقون زيارة ابن زايد ويطالبون إدارة بين بالضغط على الإمارات. فيما يبدأ رئيس دولة الإمارات المتحدة الشيخ محمد بن زايد زيارة نادرة له لواشنطن يوم الاثنين، دعت مجموعة من نواب الكونغرس الأمريكي رئيس بايدن إلى إثارة قضية دعم أبو ظبي لقوات ميليشيا الدعم معه خلال الاجتماع. وأصدر 5 نواب بياناً وجهوه إلى إدارة بايدن بهذا الخصوص، وهم براميلا جايابال واشنطن، وباربرا لي كاليفورنيا، وسارن جاكوبس كاليفورنيا، وإلهان عمري مينيسوتا، ودانيل كيلدي ميشيغان. وقال النواب في البيان مشترك: نحن ممتنون للإدارة على جهودها في حشد الشركاء الدوليين لإنهاء الأعمال العدائية وحماية المدنيين وتوسيع الوصول الإنساني وتفعيل أصوات المجتمع المدني وتقديم أكثر من 1.6 مليار دولار كمساعدات طارئة للسودان خلال العامين الماضيين. لكنهم أعربوا عن قلقهم من أن أفعال الإمارات في السودان تتعارض مع هذه الجهود وأهداف إلى دارة الأمريكية المعلنة بشأن إنهاء العنف وتحقيق الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني. وأشار النواب إلى أن قوات ميليشيا الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في السودان، وأضافوا أن الشراكة مع الإمارات يجب أن تستند إلى المصالح المشتركة وكذلك القيم ورؤية المشتركة لتحقيق استقرار السودان. وطالب النواب قبل اجتماع رئيس بايدن مع الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات بإثارة هذه التقارير المثيرة للقلق، وحث الإمارات على وقف دعمها لقوات ميليشيا الدعم السريع وتأكيد الهدف المشترك لتحقيق أمن واستقرار السودان. الإمارات والولايات المتحدة تدعوان إلى تحرك فوري لإنهاء الصراع في السودان. دعت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الاثنين إلى اتخاذ إجراءات فورية لتأمين إنهاء دائم للصراع في السودان، وأبدت قلقهم العميق إزاء تأثيره المدمر على المدنيين والدول المداورة. وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع بين رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ورئيس الأمريكي جو بايدن، أبرز الرئيسان العواقب المأساوية للعنف بما في ذلك نزوح واسع النطاق والمجاعة والانتهاكات ضد المدنيين. وقال البيان: لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان، داعيا إلى وقف فوري للأعمال العدائية والعودة إلى الحوار السياسي والانتقال إلى حكم مدني. وقبل الاجتماع حث المشرعون الأمريكيون بايدن للضغط على ابن زايد لوقف دعمه المزعوم لقوات ميليشيا الدعم السريع المتهمة بارتكاب انتهاكات دسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. وأعرب القادة أيضاً عن قلقهم إزاء تصاعد العنف في دارفور، ودعوا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، مؤكدين أن المسؤولين عن جرائم الحرب يجب أن يتحملوا المسؤولية. وأكد البيان أن حماية المدنيين خاصة النساء والأطفال وكبار السن تعد الأولوية القصوى، داعياً إلى إنشاء فترات توقف إنسانية لتسهيل إيصال المساعدات عبر خطوط الصراع. ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الإماراتي الزائر أيضاً بنائبة الرئيس كامالا هاريس التي أثارت في ديسمبر 2023 مخاوف بشأن ميليشيا الدعم المزعوم لحكومته للقوات شبه العسكرية في السودان.